بص يا باشمهندسين، التكامل على السطح هو انا بجمع داله في اكس واي وزد على السطح ده. طيب السطح ده هو مش سطح مستوي في الاكس واي بلين، هو جزء من سطح في الفراغ شكله زد فانكشن في الاكس والواي. تمام؟ فانا عايز اجمع زي ما يكون ايه، بصوا تخيلوا كده انا عندي الواح شمسيه، تمام، وعندي زي ما يكون سطح بس غير مستوي عليه الواح شمسيه، تمام، وعايز عندي مثلا كميه الطاقه المنتجه من كل متر مربع في الواح الشمسيه دي، فبجمع السطح على الايه، على الباور دنسيتي مثلا او واتيفر، اجيب التوتال باور اللي طالع من ايه، من الشكل ده. تمام، فالمشكله ان هو سطح مش مستوي، هو واخد كيرفتشر بتاع السيرفيس بتاعي. تمام، فبعمل ايه، بسقط الدي اس دي عباره عن جزء صغير تمام من مساحه السطح المتشعلق في الهواء ده، بسقطه على الاكس واي بلين عن طريق النسبه دي، الدي اس بتساوي الكميه دي. طيب اذا كانت الزد فانكشن في اكس والواي يبقى تفضلها بالنسبه لاكس، تبقى فانكشن في مين، اكس واي، وده فانكشن في اكس واي، يبقى الكميه دي كلها فانكشن في مين، الاكس واي، والدي اي ده عباره عن جزء صغير مربع صغير قوي في المستوى اكس وواي، يبقى هقسمه الى دي اكس دي واي. تمام، طيب واعمل ايه بقى في المعادله بتاعتي او الداله بتاعتي، اسف ان انا بجمعها، الداله دي فانكشن في ثلاث متغيرات اكس واي وزد، الزد اساسا فانكشن في مين، في الاكس والواي، فهشيلها واحط بدلها قيمتها بدايه الاكس والواي، فيبقى عندك كل التكامل ده عباره عن تكامل ثنائي، فين، في المستوى، على انهي مساحه، مسقط السطح الفراغ ده على مستوى اكس واي، فبالتالي التكامل اللي على السطح ده نزل لتكامل على ايه، على مستوى او تكامل ثنائي. لازمته ايه؟ بص انا ما عنديش اكزامبلز عمليه، بس نفترض المثال الـ يعني صناع مصطنع قوي، موضوع ان انا عايز اجيب الطاقه اللي نازله على سطح ويعني عليه خلايا شمسيه، تمام، تمام، او جوس، لا مش بجيب. بصوا يا جماعه طيب سؤال، لو انا عايز اجيب مساحه السطح نفسه فده اسهل تطبيق، اسهل ابلكيشن، تمام، هحط الداله دي بكام، بواحد، تمام، فبالتالي التكامل ده قيمته الفيزيائيه هتمثل ايه، طبعا من غير ده قيمته الفيزيائيه هتمثل ايه، مساحه، بس مش مساحه مستويه، مساحه واخده ايه، كيرفتر، تمام، ده يعتبر ثابت تناسب، مش ثابت بقى، معامل تناسب لان هو مش ثابت، ما بين الجزء الصغير هنا والجزء الصغير هنا، تمام، بما ان ده واخد ميل يبقى كده هيبقى اكبر من ده، صح ولا لا، فتلاحظوا ان ده اكبر من واحد، صح ولا لا، لانه ده واخد ميل، تمام. طيب لو بقى عندي حاجه بريونت اريا وبجمعها على السيرفس، خلاص، فبضربها في المساحه اللي انا جبتها، بس هي قيمها مختلفه عند الايه، عند كل نقطه على السطح، تمام، بس انا لسه ملزم نفسي بالسطح، فالاكس واي والزد مش بيتحركوا كلهم براحتهم، لا، دي الزد بتتبع مين، الاكس واي، عشان كده بشيل الزد واحطها بدايه الاكس واي. بص هي الداله دي موجوده فين، ايه الدومين بتاعها، الاكس واي زد سبيس، يعني تخيل كده عندك مكعب كبير قوي، خلاص الداله اللي انت عارفها فيه، بس انت عايز قيمه الداله فين، على السطح، تمام، على السيرفس، فبتشيل، فانت يعني انت كونسترينت باي ذا سيرفس، تمام، فالزد مش هتتحرك براحتها، هي بتتبع مين، الاكس والواي، فما تشيل الزد وتحط بدلها اكس وواي، يبقى انت جبت الشيء ده، المجال اللي واخد السبيس كله في 3 دي، خلاص انت حددته بس على ايه، النقط اللي على ايه، على السطح، تمام، وبتجمع بقى الكميه دي اللي غالبا بتبقى فيزيكال كوانتي بيرنت اريا على السيرفيس اريا، تمام، يبقى انت جبت ايه، الفيزيكال كوانتي دي الواقع او اللي على السيرفيس ده كله، تمام، جاي ده جاي اسقاط دي على دي عن طريق جيومتري بتاعت الشكل، يعني هي ليه اثبات كده في المحاضره، مش صعب ولا حاجه، بس هي ليها دعوه بان انا بسقط، يعني بسقط مربع على مربع، تخيل كده انت عندك مربع كده ومربع كده ومربع ده اسقاط ده، فده عباره عن ده مضروب في الكوزاين، تمام، يبقى ده عباره عن ايه، ده مضروب في السك، وبعد كده من الجيومتري بتاع يعني السطح نفسه اعرف اجيب الزاويه اللي هو عاملها
مع المستوى اكس واي وحرف اثبت العلاقه دي. ما ده سك جاما وجاما دي. بص هناخد حاجه في الترم الثاني خلاص، فكرني ويعني انا مش ههرب منك صحيح، باجلها يعني 3 اشهر قدام، بس هناخد حاجه في اخر الترم الثاني هتخلينا نفهم دي كويس قوي خلاص، وحاسبتها لكم في السكشن ان شاء الله. لا احنا مش جبنا الايريا بتاع السطح اللي تحت، احنا ضربنا الايريا بتاع السطح اللي تحت في معامل ما، فالمعامل ده بيربط لك السطح، انت عايز تجيب السطح اللي فوق تمام، فانت جمعت على السطح اللي تحت فضربت في بالظبط بالظبط، ده اللي بياخد في اعتباره انحناء السطح. انتوا بتسالوا اسئله يعني ما بتسالوش اسئله اللي هو الحل ازاي يا باشمهندس، طب يعني من الاخر كده الخلاصه تمام. طيب تعالوا نحل على النوع الاولاني قبل ما نشرح النوع الثاني. طيب عايز اجمع اكس سكويرد في زد على سطح ما، السطح اللي هو مديهولك ده مديلك معادلته، بس اغلب الاسطح المعادله بتاعتها تعبر لي عن سطح لا نهائي ممتد في جميع النواحي تمام، عشان كده لازم يحدهولك بمعادلات تانية تمام، يعني معنى السطح يعني معنى السطح ده ممكن يكون مكمل كده لغايه تحت، فبالتالي المسقط بتاعه هو الاكس واي بلين كله تمام، فدايما بيديلك معلومات ما بحيث تحد لك السطح ده، وبيقول لك دايما كلمه بارت اوف ذا اوف ذا سيرفيس. طيب دلوقتي احنا عندنا كون، الكون ده رسمته شكلها ايه؟ زد سكويرد بيساوي اكس سكويرد بلس واي سكويرد، محوره زد وليه جزئين تحت وفوق تمام. طيب هو بيقول لك محدود بمين؟ زد بيساوي واحد وزد بيساوي كام؟ أربعة تمام. فين السطح اللي انا يهمني؟ هو الجزء من الكون، فبالتالي ده اللي يعنيني، متخيلين؟ طيب بس انا كان عندي كده زد بيساوي 1 وكده زد بيساوي كام؟ 4. فالكون بتاعي كان مكمل لغايه انفينيتي، ده انا خدت جزء بس من زد بيساوي 1 وزد بيساوي كام؟ 4 تمام. طيب هشطب الجزء اللي تحت ده ان هو لا يعنيني في شيء، وهرسم دايرتين والمساحه ما بين الدايرتين دي هي المساحه اللي انا هكامل عليها، متخيلين؟ انا مستخدم نفس الاوراق بتاع الرسم النظري دي، لان الرسم النظري هي مش المساله مش هيبقى رسمتها بالشكل ده تمام. انت عندك السيرفس اللي هو الازرق ده تمام، السيرفس ده هو جزء من كون، اسقاطه على الاكس واي بلين هو عباره عن ايه؟ المساحه ما بين دايرتين دول تمام. طيب فانا هعمل ايه؟ هقاطع زد سكويرد بيساوي اكس سكويرد بلس واي سكويرد مع زد بيساوي 1، حل المعادلتين دول مع بعض هيدي لك ايه؟ تمام اللي هو مين؟ دايره صغيره. نفس الفكره زد سكويرد بيساوي اكس سكويرد بلس واي سكويرد مع زد بيساوي 4، خليها زد بيساوي 3. يبقى انت عندك ايه؟ تمام ده في البولر هيبقى شكله ايه؟ ار سكويرد بيساوي 1 يعني ار بيساوي 1، وده ار سكويرد بيساوي 3 يعني ار بيساوي كام؟ ار سكويرد بيساوي 9 يبقى ار بيساوي كام؟ 3. حلو هعمل ايه بقى؟ هكامل بس في ال 2 دي على مساحه، اتفقنا التكامل على السطح بينزل على التكامل على مساحه، في بعض الاحيان هنا في الحاله دي مش هينزل على مساحه هينزل على التكامل على خط تمام؟ وهنا الار بيساوي 1 وهنا الار بيساوي كام؟ 3، وانا الايريا بتاعتي هي مين؟ هي الايريا دي تمام. في بقى معامل اسقاط، مين معامل الاسقاط ده؟ زي الكميه دي. المعامل ده مش ثابت، هو يعني معادلته واحده ما بتغيرش تمام، بس قيمته كام؟ بتطلع داله في اكس وواي وبتختلف على حسب الداله بتاعتنا. طيب تعال نجيب الزد لوحدها، الزد بيساوي كام؟
يبقى تفاضل زاد بالنسبة لإكس. واحد على اتنين الجذر في تفاضل ما بداخل الجذر. طيب زاد واي. طيب واحد زائد زاد اكس تربيع زائد زاد واي تربيع تحت الجذر. يبقى واحد زائد ربع ده كله. زائد تربيع ده. تحت الجذر. بيطلع بكم؟ جذر اتنين. وانت لو تخيلت كمية دي بتعتمدش على اكس وواي لانه اي نقطة على الكون خلاص لو خدت مربع صغير عليها خلاص عامل نفس الزاوية مع مين؟ مع الاكس واي بلين. تمام؟ لكن لو هو كان واخد كيرفتشر مختلف هو مش واخد كيرفتشر هو زي ما يكون واخد خط مستقيم. تمام؟ يعني زي بالظبط كده لما اقول لك هي عايز اسقط خط على 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 اكس على اكس اكسس فبالتالي يعني الخط ده على طول ايه في نسبه اسقاط ثابته. لكن لو هو كيرف وعايز تسقطه على اكس واي بلين حسب كل نقطه ليها ايه ليها معامل اسقاط مختلف. تمام؟ فالكون ده زي ما يكون خط بالظبط. طيب جزء 2 دي هعمل فيها ايه؟ حطها هنا اهو واضربها في الدي ايه وكامل مين بقى؟ مين بقى حد يقول لي هكامل مين؟ معلش انا حادد نفسي قوي بالجزء ده لان انا مش عايز اشطب الكلام النظري دلوقتي. التكامل ده هيبقى عباره عن تكامل بدل اكس كورد تمام وبدل الزد. الزد هنا بكام؟ دي كده بالظبط كده. دي كده زد تربيع بيساوي ار تربيع. يبقى زد بيساوي موجة او سالب ار. بس سالب ار ده هو الجزء التحت ملناش دعوه بيه اللي هو الجزء التاني الجزء التحتاني من الكون اللي اشتطته. تمام؟ يبقى دي كده عباره عن اكس تربيع. الزد عباره عن ار. الدي اس عباره عن جذر 2 في دي ايه. والدي ايه بكام؟ ار دي ار دي ثيتا. يبقى دي كده يا جماعه هي جذر 1 زائد زد اكس تربيع زائد زد واي تربيع. دي كده عباره عن دي ايه دي هي الزد وهي دي الاكس كورد. طيب هكامل النسبه الار بكام لكام والثيتا بكام لكام؟ 2 لباي. تمام؟ ليه مش تمام خالص؟ جبت السطح في البولك في السيلندريكال كوردينتس اسف في السيلندريكال كوردينتس. تمام؟ طلع معادلته ايه؟ تمام يعني زد بيساوي موجب ار او سالب ار. زد بيساوي سالب ار ده النص التحتاني الجزء التحتاني من الكون اللور هاف كون. انا عايز الابر هاف كون يبقى زد بيساوي موجب ار. تمام؟ شلت الزد وحطيت بدلها ار روت 2 اللي هي تمام ودي ايه ار دي ار دي ثيتا. تمام؟ بس بقى تكامل صناعي عادي جدا. طيب نخلص نقاش في المساله دي عشان نمسحها امتى؟ يعني ايه زد اكس؟ مش فاهمه. شكلها ايه بقى في الايه؟ في الفراغ؟ انت بترجعني السؤال ليه علاقه بالبارشال ديريفتيف. زد فانكشن في اكس واي ده عباره عن ايه؟ سطح. زد اكس دي معناها ثابت الواي لما تقطع بواي بيساوي كونستنت ده يبقى عباره عن ايه؟ مستوى قاطع السطح بتاعي. المستوى اللي هيقطع السطح بتاعي هيدي لك كيرف الممس بتاع الكيرف ده. خلاص هو ده زد اكس. طيب همسح الكلام ده عشان نسيه.
طيب النوع ده من السطح اللي هو زد فانكشن في اكس وواي، مش هو ده جميع انواع الاسطح؟ عندنا في حاجه اسمها اسطح جانبيه او اسطح اسطوانيه، ده كده سلندريكال سيرفيس اللي هو اصلا معادلته ما فيهاش خالص زد. امال معادلته شكلها ايه؟ معادله فيها اكس وواي فقط، تمام؟ فاحنا اتفقنا لو عندنا معادله فيها اكس وواي فقط وعايز ارسمها في 3 دي بعمل ايه؟ برسمها في 2 دي وبعد كده امدها موازي لمحور زد، تمام؟ انت بقى عايز تكمل على السطح الجانبي ده، مش السطح اللي فوق ولا السطح اللي تحت، تمام؟ فبتعمل ايه؟ بتاخد مساحه صغيره على السطح الجانبي. المساحه دي لو اسقطتها على اكس واي بلين هتبقى عباره عن مساحه ولا هتبقى عباره عن خط؟ خط، تمام؟ فالمساحه دي ارتفاع في عرض، ارتفاع بكام؟ دي زد. طيب عرض بكام؟ دي اس بتاعه التكامل الخطي، لانه التكامل الخطي الجزء الصغير على المنحنى بسميه دي اس سمول. فهنا للاسف الحروف اللي احنا بنستخدمها بتلخبط شويه. اس سمول يبقى تكامل على ايه؟ منحنى. اس كابيتال تكامل على سطح، تمام؟ طيب فيبقى لو عندنا ان السطح بتاعي زد فانكشن في اكس وواي اجيب الشكل ده، بيبقى واضح زد فانكشن في اكس وواي هعرف اجيب الشكل ده. السطح بتاعي اكس وواي معادله في اكس وواي ما فيهاش زد خالص، يبقى بعمل ايه؟ بقول ان اسقاطه عباره عن منحنى، و المنحنى ده هعرفه ازاي؟ سهل ان اعرفه، بكمل بقى من فين لفين؟ السطح الاسطواني ده بقى مكمل من نقص فيتين فيتي، فلازم عشان يحدوه لي يدوني معادلتين يحدهم لي. معادلتين دول بيبقوا عباره عن زد فانكشن في اكس وواي زد 1 وزد 2، بكمل من زد 1 زد 2. طيب نقول مثال عشان نبقى الموضوع واضح شويه. عايز اكامل دالة اكس في زد على سطح، حيث ان السطح ده عايز اكامل الدالة دي على سطح، السطح ده سطح اسطواني. عرفت ازاي ان هو سطح اسطواني؟ قال لك جزء من الاسطوانه اكس تربيع زد واي تربيع بيساوي 9، تمام؟ هل المعادله بتاعه السطح ده فيها زد خالص؟ ما فيهاش زد، فبالتالي انا مش في النوع ده. طيب اي سطح اسطواني مسقطه هيبقى عباره عن منحنى، تمام؟ فانا هستخدم النوع الثاني. النوع الثاني ده بشيل الدي اس دي، بشيل الدي اس دي احط بدلها دي زد في دي اس سمول، تمام؟ وبكمل من زد لزد، بكمل زد لزد من كام لكام؟ السطح الاسطواني ده استحاله يديهولك لوحده. ليه؟ لانه اي سطح اسطواني مكمل من نقص انفيتي لانفيتي، فلازم يقشطه كده من فوق تحت بحاجه، يقطعه كده من فوق تحت. هل بيقطعه بمستوى ثابت؟ مستوى مثلا موازي للاكس واي بلين؟ لا مش لازم. لا ده بيقطعه بسطح، السطح نفسه زد فانكشن في اكس وواي، او سطحين. سطحين كل واحد فيهم فانكشن في اكس وواي. يبقى انت عندك سطح فوق سطح تحت بيقطعه الايه؟ السطح الجانبي. وانا عايز اجمع السطح الجانبي، مش السطح اللي فوق ولا السطح تحت. طب لو عايز اجمع السطح اللي فوق كنت استخدمت الجزء ده، او لو عايز اجمع السطح اللي تحت كنت استخدمت النوع ده. عايز اجمع على السطح الجانبي يبقى بستخدم النوع ده، تمام؟ يبقى دلوقتي هعمل ايه في المعادله دي؟ اكس في زد، اشيل الاكس زي ما هي واشيل الزد زي ما هي، مش هعمل فيهم حاجه، واشيل الدي اس واحط بدلها دي زد في دي اس سمول. طيب بكامل بالنسبه لزد ممكن ما ارسمش خالص يا جماعه. ازاي ما ارسمش خالص؟ دلوقتي انا عندي هنا قيمتين الزد، تمام؟ اقرر مين فيهم الزد 1 ومين فيهم الزد 2 بان انا اخد نقطه جوه الدايره، نفترض النقطه 0 0 اعوض باكس فيها 0 وواي بيساوي 0. هنا الزد بكام؟ 1. هنا الزد بكام؟ ب 2. يبقى مين الزد الصغيره؟ الزد دي، يبقى اللي هي كام بقى؟ 1 ناقص واي. يبقى زد بيساوي 1 ناقص واي، اللي زد بيساوي 2 زائد واي، تمام؟ وبعد كده بكامل على منحنى. احنا ما اتكلمناش عن تكامل منحنى بس يعني ده تكامل سهل. طيب وانا بكامل بالنسبه للزد يبقى الاكس مالها؟ ثابت عادي جدا. طب تكامل الزد؟ زد سكويرد على 2، يبقى اكس في زد سكويرد على 2. طيب اشيل بقى الزد واحط بدلها مره 1 ناقص واي ومره 2 ناقص زائد واي، وبعد كده كام على المنحنى. الاس سمول دي هتتكامل على المنحنى الازرق. الازرق جمعت مربعات فوق بعض، جونت الشريحه اللي هي بالطول دي اللي هي جزء ايه؟
تمام الفها بقى عشان اجمع على السيرفس الازرق الجانبي ده. عمر السيرفس ده ليه 2 دايمنشنز، هو استحاله يوصل لنوع تكامل واحدي، لازم يبقى تكامل ايه؟ ثنائي. خلاص دي ليها 2 دايمنشنز، عرض وارتفاع، فلازم تتقسم الى جزئين. قصدك ان انا كان ممكن اعمل ايه بقى؟ اضف مثلا طول يعني الارتفاع اللي فوق ناقص الارتفاع اللي تحت، بس انا بجمع. لو الداله دي ثابته كان ممكن الكلام ده يبقى صح. الداله دي داله في مين؟ في زد، بتتغير وانا نازل من تحت لفوق وانا طالع كده بالنسبه لزد بتتغير، ما ينفعش اضف الارتفاع وخلاص. لو ما كانش في زد في خالص اضعف اللي فوق ناقص اللي تحت، بس ما يبقاش ثابت برضو، اضعف الفرق بين الاثنين بس ما يبقاش ثابت. ليه؟ يعني هقول ده ناقص ده، لان انت مين قالك ان ارتفاع اسطوانه ده ثابت يا جماعه؟ متخيلين اسطوانه دي ارتفاعها بيتغير على حسب مين؟ الاكس والواي. الواي لو دي ما فيهاش زد هعوض برضه قيمتها اللي هي زد في الصدر اكتر من زد 2 وزد 1 بالقيمه. ايوه بالظبط كده بالظبط. تمام. طيب ده هيدي لك ايه؟ تمام. فاضل بقى ان انا احول التكامل المنحنى ده للتكامل العادي احادي. فانا ماشي على محيط ايه؟ دايره. فهشيل الاكس. طيب الدايره دي، بصوا يا جماعه الدايره دي مش ممكن اوصفها اكس بيساوي 3 كوزين تي والواي بيساوي 3 ساين تي والتي بتتغير من 0 ل 2 باي. بارامتريك. واشيل الدي اس احط بدلها ايه؟ وكامل بالنسبة لتي تكامل ده. تفضل شمس. تفضل تفضل. لا تفضل بره. ده بقى مرتبط بقى بالتكامل على منحنى اللي احنا كان المفروض نبتدي بيه. انا رجعنا من ايه؟ من ورا لقدام. اي سطح فوق وتحت غالبا بالسطح اللي تحت زد بيساوي صفر والسطح اللي فوق بقى يلعب فيه زي ما هو عايز.